البقعة السوداء هون عندك دخون، ومثل ما شايف كمان ما عنده فلتر، وهيدا الدخون علوه كتير منخفض، يعني ما بيعمل 3 امتار فوق سطح البناية. الدراسة اللي عملناها بالحمرة قبل الأزمة توصلت لخلاصة إنه كان في مولد ديزل لكل بنايتين. شوف قديش في بنايات ببيروت وقصوم عطنين بيطلع عندك مولدات الديزل، وقتها يعني حددنا تقريبا بحدود 8000 مولد. كانت الكهرباء تقطع بس 3 ساعات، ما كان يسبب دخنة بس كانت تنحمل 3 ساعات. بعدين بالأزمة صار هو الموتور عم بيدور لك تقول حوالي 21 ساعة على 24، يعني عندك دخنة عم تدخل على غرف النوم 21 ساعة على 24. هلا في عندك التأثير على البيئة بيكون من خلال طريقتين، يا اما الكلايمت تشينج اللي هو الاحتباس الحراري، وبالتالي بتشوف الغازات اللي بتساهم بالاحتباس الحراري، وفي احيانا بيكون في تأثير اقل مدى اقل على البيئة مثل السلفر دايوكسيد اللي بيطلع وبيعمل شيء اسمه اسيد رين، هذا الشيء عم تتنفسه وجزء منه بده يوصل للدم من خلال الالفيولاي، وفي كمان كارسينوجينكس بيجوا من البارتيكولات ماتر، هو بيقدروا لجميع كثير انواع السرطان. معاشر مرضى بركي بيجوا لعنا في 6 أو 7 مش كمان لمين لمين من سعلي بهيك جو، عم نشوف كثير كيسز او كثير حالات ربو زايده اخر كم سنه، وسبشلي بالمناطق اللي عم بيكون فيها تلوث من وراء الموتورات، نوتبلي ببيروت اكيد. انا بعاني من الربو من انا وصغيره، فتجربتي مع المدينه بخصوص هذا المرض كانت كثير صعبه. مؤخرا كنت عايشه بمحل فيه الموتورات موجوده بمساحه فاضيه بين البنايات، ما كنت اقدر افتح شباك، التهوئه كانت شبه ممنوعه بالبيت لانه مضطره دائما سكر الشبابيك. الاسود كنا عم نشوفه دائما اوقات على البنايات موجود بشكل طبيعي، ما صار في اي تغيير. وواحده من اهم الاسباب اللي انا تركت السكن هناك كان بسبب هذا الموضوع، لأن مولدات الديزل بشكل عام بتصدر ملوثات من هذا النوع ممكن توصل لـ40 مرة بيصدرها مولد جازولين بنفس السعة أو القوة، فهذه خاصية للديزل إنه particulate matter دائما أعلى، اللي هو بسموه الشحبار أو هذا اللي بيطلع اللي المولدات موزعين أفقيا وعموديا، عموديا فيها تكون على أي طابق، وبالتالي مش بس الإنسان اللي عم يمشي بسموه البيدستريانز الدي ستريت ليفل، مش هودي بس عم بيتعرضوا، ممكن إنسان ساكن على طابق 8 و9 كمان يمكن يكون عم بيتعرض أكثر. فلتر، فكل الدخنة لما الهواء بينفخ لتحت بيوصل على الطوابق السفلية وبيسبب تلوث. ومن تاني جهة هون صرنا محاصرين بهيدا الموتور وهيدا الموتور، وما بنعرف إذا الفلترات اللي عم يتركبوا إن فلترات عن جد عم يسحبوا كل المواد المسمة مثل ما بيقولوا النانو بارتيكلز الصغيرة أو لا. في واحد بيقول لك ركبت فلتر بس ما بيعرف الفلتر يمكن بينظف من البارتيكلز كتير كبار لاني اقل ضرر على الصحة وبيخلي الكتير صغار، واغلبية العالم هيك بيعملوا. الروية والقصبة الهوائية في عندهم مثل شعر صغير سيليا بسموه، هو اللي المفروض يشتغلوا مثل اذا بدكم فلتر تيطلعوا كل هالوسخ وهالفيروسز اللي بنتنفسهم. مع الوقت اذا كتير تعرضوا لتلوث بيبطلوا يشتغلوا مثل ما لازم، بصير الولد والانسان متعرض اكثر انه يلقط فيروسز، يلقط سخونات اكثر. عند الاولاد فينا نشوف سعله، فينا نشوف ضيقه نفس، فينا نشوف انواع من ربو اكثر، وعلى المدى الطويل عند الكبار والمسنين بالعمر فينا نشوف نوع من التهابات بالروايه المزمنه. بالدرجه الاولى لازم يكون في الدوله تعمل فحوصات مستمرة، يعني في كل 6 أشهر أو كل سنة لتتأكد من موقع المولد وتتأكد إنه الفلاتر المطلوبة هي مركبة. بحس دائما قديش التلوث صاير كتير كبير ببيروت، لما أترك المدينة وأطلع على مناطق جبلية أو على الضيعة التنفس كتير بيصير أحسن عندي، وخصوصا بالليل بتحس إنه بيتك منك قادر تستعمله من وراء الموتورات. Go for it.